نحو 35 قتيلا و 135 مصابا هي حصيلة التفجيرات الأربعة التي هزت العاصمة البلجيكية بروكسل صباح اليوم. سلسلة الهجمات الإرهابية بدأت بمطار بروكسل، حيث قتل نحو 14 شخصا على الأقل وأصيب العشرات جراء انفجارين أحدهما انتحاري في صالة المغادرة بالمطار. وعقب التفجيرين وقع ثالث في محطة للمترو بالقرب من مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي، ثم كان الانفجار الرابع في أحد الشوارع القريبة من المترو، لترتفع حصيلة ضحايا التفجيرات الأربعة إلى نحو 170 قتيلا ومصابا. التفجيرات الأربعة أعقبتها حالة من الهلع في صفوف المواطنين، فيما أعلنت السلطات تعليق الرحلات الجوية في مطار بروكسل وإغلاق محطات المترو، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى في كل أنحاء البلاد. تم اللجوء إلى قاضي تحقيق لكي يبدأ التحقيقات في مطار زافنتام، ولكي يبدأ في تحديد هوية أو مرتكبي الهجمات وتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون فارون. وكذلك رفعت سائر الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا حالة الطوارئ تحسبا لوقوع أي أعمال إرهابية. أؤكد للحكومة البلجيكية كل الدعم اللازم وكل الموارد اللازمة، ولكن الحرب ضد الإرهاب يجب أن تشنها أوروبا بكاملها وبكل الوسائل اللازمة، لا سيما في المجال الاستخباراتي. وتأتي سلسلة الهجمات رغم تأهب الحكومة البلجيكية لأي عمل انتقامي بعد اعتقال منذ أيام لأحد المشتبه بهم في تنفيذ هجمات باريس في نوفمبر الماضي، ليضرب بذلك الإرهاب قلب أوروبا من جديد. هشام الرباط، هنا العاصمة.